مرحبا، يسعد لي صباحكم كل اوقاتكم متابعيني الكرام، وبتمنى تكونوا بألف خير وتقبل الله صيامكم جميعا. وصفتنا اليوم كتير كتير سهلة وكتير طيبة، وهي بيكاتا الدجاج. وهالأكلة أنا شخصيا كتير بحبها وما بمل منها، جربوها رح تعجبكم كتير إن شاء الله. تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة وبتلاقون كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة بنحط بمقلاية ملعقتين زيت، وبعدين بنحتاج لكيلو صدور دجاج مقطع لشرايح، وبنحطه بالمقلاية وبنقليه على مراحل بهاي الطريقة. ومنتبل كل جهة برشة فلفل أسود ورشة ملح. وبنقلبه للجهة التانية، ومنتبل الجهة التانية كمان برشة فلفل أسود ورشة ملح. وبنستمر بالتقليب حتى نحصل على هذا اللون الذهبي، وبعدين بنشيلهم وبنحطهم بطبق، ومنرجع منحط شوية زيت ومنحط باقي الكمية. وبصراحة أنا بحب شرايح الدجاج تكون سميكة شوي، ما تكون كتير رقيقة، وهي بترجع حسب رغبتكم. ومنتبلها بنفس الطريقة ومنقلبها حتى نحصل على هذا اللون، وبعدين منرفعها. وهيك الكمية صارت جاهزة. وبنفس المقلية بنحط ملعقة كبيرة زبدة وبصلة مقطعة ناعم وملعقة صغيرة ثوم مهروس، ومنقلب شوي حتى تدبل البصلة. وهلأ بنضيف 250 جرام فطر معلب أو تازة حسب رغبتكم أو شو متوفر عندكم، ومنقلب حتى يتقلى الفطر شوي. وبعدين بنحتاج لكريمة طبخ، أنا استخدمت هذا النوع، ومنحط كوب من الكريمة فوق الفطر والبصل. ومنحط مكعب مرق دجاج ومنقلب شوي، طبعا منحط مكعب واحد لأن الدجاج حطينا عليه ملح. ومنحط شرحات الدجاج اللي قليناهم، ومنحط باقي السوائل اللي طلعت من الدجاج، ومنقلب شوي. ومنحط شوية مي حتى نخفف الكريمة. ومنغطيها ونتركها 15 دقيقة حتى يكتمل استواء الدجاج. وهلأ هيك صارت جاهزة والريحة بتشهي. ومنطفي النار ومنرفعها. ومنحطها بطبق التقديم. ومنحط الصوص كله مع الفطر، ومنزين برشة بقدونس، وبتتقدم مع الرز الأبيض. وصحة وألف عافية، وعن جد أكلة كتير كتير طيبة وبنصحكم تجربوها. وهيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، وبتشكركم كتير على حسن المتابعة، ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وبشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.